اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع كل من دكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس الوزراء ووزيره الاسكان دكتوره هاله السعيد ووزيره التخطيط والمتابعه بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيره التخطيط للاصلاح الاداري. تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال الربع الاول من العام المالي 2018-2017 حيث اكدت وزيره التخطيط حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصاديه خاصه في مجال التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول بما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.4% في الربع المقارن مع العام الماضي وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012. مصر شغالة يا جماعة، مصر شغالة، مصر في نمو اقتصادي بيحدث وأيضا في تنمية اجتماعية من خلال المشروعات اللي موجودة والقائمة حاليا زي مثلا مشروعات تطوير العشوائيات، بناء مناطق سكنية جديدة زي حي الأسمرات وما إلى ذلك. كمان يعني بيتم اهتمام بالقطاع الاقتصادي والقطاع الصحي أيضا في مجالات مختلفة. يعني أنا شايفة أنه في تنمية الأرقام بتعكس أنه يعني في ارتفاع في المعدلات النمو، وإحنا بنتكلم ده من بعد 2011 بعد الثوره لغايه دلوقتي، احنا بنتكلم على رقم جيد ومؤشر اقتصادي بيدل ان الفتره اللي جايه في تقدم ما في كل المجالات في القطاعات المختلفه. صحيح. وكمان من الناحيه الثانيه توسيع حمايه الشبكه الاجتماعيه او توسيع حمايه الاجتماعيه لبعض الشرائح اللي غير قادره، ده توجه من الحكومة الفترة اللي فاتت. وكمان دوليا يا أميرة، يعني دوليا شفنا اليومين اللي فاتوا مجموعة تقارير اقتصادية من مؤسسات مالية كبرى، يعني بتكلم على مؤسسة مودز، فيتش، ستاندرد أند بورز، بتتكلم على أنه لا في الرفع كده لدرجة تقييم الاقتصاد المصري لدرجة مرتفعة شوية. فنتمنى يا رب 2018 تبقى سنة كلها كده خير ومعدلات النمو دي ترتفع، والأهم إنها تنعكس على حياة الناس. يعني الأرقام مهمة، لكن الأهم من الأرقام إن الناس يشعروا بثمار العمل ده. وعايزه اقول حاجه، انا مش شرط اكون انا بشكل مباشر مستفيده، يعني مش شرط كاميره او كاي حد هو يكون مستفيد استفاده مباشره، ولكن حاله البلد لما بيبقى فيه ارتفاع ده بيخلينا كده كلنا عندنا طاقه ايجابيه واهتمام ببلدنا. يعني يا رب دايما نكون كده في التصدر او الصداره زي ما بيقولوا. يا رب ان شاء الله اميره، وان شاء الله 2018 تحمل خير اكتر وارتفاع في معدلات الاقتصاد لكل القطاعات المختلفه للاقتصاد المصري.